تقييم المخاطر والاستجابة لها. مرحبا بكم أعزائي المتدربين، سنتعرف في هذه الوحدة التدريبية على دور المدقق في تحديد مخاطر وجود تحريفات في البيانات المالية، وكذلك تقييم مدى تأثير هذه المخاطر على التأكيدات التي يسعى لجمع أدلة إثبات حولها، كما أن عليه تصميم إجراءات التدقيق المناسبة في ضوء هذه المخاطر لضمان الحصول على أدلة إثبات مناسبة حتى يتمكن من إصدار الرأي حول عدالة البيانات المالية، وبالتالي الوفاء بمسؤولياته تجاه مستخدمي هذه القوائم.